هنكسب افريقيا ان شاء الله باذن الله. تعالوا نروح نشوف اخبار الاهلي في السوشيال ميديا وبالتحديد مختلف الحسابات الرسميه، وقالوا ايه على الاهلي النهارده في الوطن سبورت. حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا ان خزينه النادي الاهلي تنتعش ب 19 مليون جنيه، وده في اشاره للمكافئات اللي حصل عليها النادي الاهلي سواء بخصوص الفوز ببطوله السوبر على فريق نهضه بركان المغربي من اسبوع تقريبا، خدنا حوالي 5 مليون جنيه بخلاف التاهل نص نهائي دوري ابطال افريقيا، فانت ايضا بيبقى ليك مكافئات. ويعني الاهلي بس تقريبا الحمد لله الحمد لله وما شاء الله لا قوه الا بالله ما بيعانيش من اي ازمات ماليه، لان برضو ده ناتج عن السيستم اللي موضوع في النادي الاهلي وكل حاجه معروفه ايه داخل النادي ازاي وهتتصرف في ايه، فبالتالي انت لما هتاخد مكافئات زي دي اكيد بتطلع مكافئات ايضا للعيبه اللي ساهمت في الانجازات المهمه دي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. ده خبر من ضمن الاخبار طبعا اللي تعتبر مهمه جدا. طيب تعالوا نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك واللي بيقولوا الاهلي يحذر لاعبيه قبل الاجازه، الاختلاط ممنوع ورفع الكمامه مرفوض، وده امر مهم قوي. المره دي التحذير طبعا لازم يكون مهم، ليه؟ لان اللعيبه في اجازه 5 6 ايام، فاللي هيسافر هنا او هنا واللي هينبسط مع اهله ويخرج، وطبعا حق كل اللعيبه، يعني الناس مضغوطه دايما ماتشات ورا بعض، مفيش مساحه ما بين حتى الماتشات ولا في اي اجازات، فطبيعي جدا كل واحد هينطلق يعني. لكن المهم ان انت تاخد كل وكافه اجراءاتك الاحترازيه عشان لا قدر الله ما حدش يتعرض لفيروس كورونا، وده ممكن ياثر على الفرقه بالسلب بالتحديد قبل المرحله الحاسمه المقبله في مختلف البطولات، تحديدا كمان بطوله دوري ابطال افريقيا. فاكيد في تواصل دائم طبعا من الجهاز الفني بالنادي الاهلي مع اللاعبين حتى في فتره الاجازه، لان كل واحد كمان عنده بعض البرامج التاهيليه والطبيه، ودي امور كلها مهمه. لكن خلونا برضو نروح للمصري اليوم، والخبر ده من وجهه نظري هو خبر مهم، بس ركز معايا هو مهم ليه بقى. هو هنا بيقول لك ايه، من باب التفاؤل لاعبو الاهلي يطالبون الخطيب برئاسه البعثه في تونس. انا ممكن واحد هنا دلوقتي انا في قناه الاهلي اطلع اقول لك اه ده خبر حقيقي والكابتن محمود الخطيب ولازم ورئيس النادي الاهلي واسطوره خلينا نتفق على امور مهمه جدا وحضراتكم عارفينها اكتر من اي حد في الدنيا كجمهور للنادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب اسطوره، طبعا تواجده مع بعثه النادي الاهلي في اي رحله فهو ده في حد ذاته اكبر دافع للعيبه، لانه بيشوفوا رئيس النادي واللي هو اصلا اسطوره في كره القدم في ظهرهم وبيساندهم وكل الامور المهمه دي، ده طبعا مهم وموجود. لكن حد من لعيبه الاهلي يطلب حاجه زي كده ما بيحصلش، مش في الاهلي، مش لعيبه النادي الاهلي او مش الجهاز الفني اللي يقول لك لو سمحت طلعوا لنا كابتن، لا لا مش تخصصهم، ده تخصص الاداره هي اللي بتقرر مين اللي يسافر، مين اللي يكون موجود في السفريه دي، الكابتن محمود الخطيب مهم يكون موجود ولا لا، دي كلها رؤى وجهات نظر خاصه بالاداره نفسها. لكن لعيبه تطلب حاجات زي دي، لا ده ما بيحصلش جوه النادي الاهلي خالص، واحنا عارفين دايما الامور بتدار ازاي داخل النادي الاهلي، وكل واحد عارف حدوده كويس جدا وكل واحد عارف اختصاصاته بشكل كبير جدا جدا، ده امر مؤكد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من الاهرام على تويتر بيقولوا برنامج علاجي مكثف لتجهيز قفشه لنصف نهائي افريقيا طبعا امام الترجي. احنا عارفين ان قفشه في مباراه نهضه بركان واخر كره في المباراه يعني للاسف جاله التواء قوي في الكاحل فبيعالج منه باذن الله، في فرص ونسب كبيره جدا للحاق بهذه المباراه، المباراه الاولى مباراه الذهاب في الرادس باذن الله تعالى اللي هتكون يوم 19 في الغالب الساعه 6 بتوقيت القاهره على ملعب رادس. طيب قفشه بيعمل ايه؟ قفشه بيعمل تدريبات علاجيه وتاهيليه بشكل مكثف، وبيعمل تدريبات على فترتين يوميا، وهو حريص اشد الحرص ان هو يلحق هذه المباراه. لا قدر الله لو ما لحقش قفشه هل هيبقى في مشكله؟ طبعا لعيب مهم جدا واحد اهم اللاعبين في صفوف النادي الاهلي، مش في الاهلي بس ده في مصر وفي افريقيا كمان. لكن هتقدر تتعامل مع غياب قفشه؟ طبعا هتقدر تتعامل، عندك اللي يعوض غياب قفشه ممكن مش بنفس الوظائف التكتيكيه لكن بشكل مختلف يحقق المطلوب من المباراه دي، طبعا عندك وعندك خيارات كتير جدا، سواء تتمثل في اجاييه، سواء تتمثل بلاعب ثالث في وسط الملعب، سواء بتتمثل في عدد وافر من اللاعبين في الحقيقه
وده سببه ايه؟ سببه ان قائمه النادي الاهلي متكامله ومليئه باللاعبين المميزين، لكن النسب اكبر بصراحه ان شاء الله تعالى ان هو يلحق هذه المباراه. احنا عايزينه يلحق الخيارات الفنيه دي بتاعه المدير الفني، المهم يبقى اكبر كم ممكن من اللاعبين متاح لمستر موسيماني عشان يقدر يشتغل بالطريقه اللي تريحه ويحط السيناريو الافضل من وجهه نظره في مباراه الذهاب او الاياب. طب ما يلا كوره كمان، حسابهم على تويتر بيتكلموا على ان مصدر قال لهم ان أفشة سيتواجد مع الاهلي في تونس بنسبه 90%، وده اللي احنا بنقوله لحضراتكم، في نسب كبيره جدا ان هو يلحق بمباراه الذهاب امام الترجي، وان شاء الله باذن الله نتمنى للفريق التوفيق باذن الله خلال الفتره المقبله، وبالتحديد في دوري ابطال افريقيا، وكمان عندنا الدوري بس افريقيا مهمه جدا بالنسبه لنا كجمهور النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعديه نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا.